كما أكد الرئيس السيسي أهمية شبكة الطرق لنقل حجم الإنتاج الزراعي الضخم من مشروع مستقبل مصر. وأشار الرئيس السيسي إلى أهمية مشروعات تبطين الترع ومحطات الرفع في التنمية الزراعية. لما جيت أعمل طريقين هنا، طريق الضبعة وطريق وادي النطرون العالمين، الناس قالت الطرق دي لازمتها يا دكتور، صح كده؟ طيب، ولما جينا نزود نخلي الطرق دي نخليها 9 حارات، قالوا الناس لازمته ايه الكلام ده؟ هو الناس متصوره ان احنا بنعمله عشان نروح بيه الايه؟ الساحل. الساحل يعني، لا هو مش الساحل، احنا بنتكلمه عشان الشغل اللي بيتعمل هنا، لان حجم الانتاج اللي هيطلع من الارض دي ضخم جدا، وبالتالي كان لابد يبقى في شبكه طرق تخدم عليها. انا بس بقول ده كايه؟ كاحد عناصر او مفردات البنيه الاساسيه لمشروع كبير زي ده. نفس الكلام ده ينطبق على شقة ترع اللي سواء كانت الترع دي ترع مكشوفة أو ترع يعني مقفولة بمواسير. نفس الكلام يتحط على محطات الرفع